السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا إخواني في الله، وأتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. كما عودتكم على قناة المتواضعة هارون منات، أقدم لكم يوميا عروض على مختلف المنتجات التي يقدمها جيربست، الموقع الصيني للتسوق الإلكتروني. أولا أدعوكم إلى الاشتراك في قناتي وكذا الضغط على زر لايك إن أعجبتكم منشوراتي، وكذا في انتظار استفساراتكم وانتقاداتكم وحتى طلباتكم لبعض الكوبونات من الموقع. كما عودتكم تجدون رابط السلعة أسفل الفيديو، يكفي الضغط عليه يظهر لك رابط السلعة، يكفي التسجيل في الموقع ثم نتكلم عن السلعة. سلعة اليوم بإذن الله هي عبارة عن مرآة متعددة الوظائف ومزودة بساعة. صراحة السلعة هي جميلة جدا كما تشاهدون في الصورة، متعددة الوظائف، مولتي فونكشنال ميرور فينيش الارم كلوك، يعني ساعة وكذا منبه ومرآة في نفس الوقت باللون الأبيض، وموجودة أيضا في اللون شمباني جولد. السلعة كما تشاهدون إخواني عليها عرض بتخفيض 21%، ينتهي العرض بعد 4 أيام. سعر السلعة بإذن الله سوف يكون 15.55 دولار مع الشحن المجاني بالبريد غير المسجل. أما البريد المسجل فيتراوح بتقريب 2.57 دولار. تصلك السلعة في غضون 28 يوم بالتقريب. اذا يكفي الضغط على اد تو كارت، ثم نذهب الى الكارت كما تشاهدون هنا، تجدون رابط الكوبون اسفل السلعة، ايضا اسفل رابط السلعة في الفيديو. يكفي الضغط عليه، نسخ لصق، ثم الضغط على ابلي، فتصير السلعة 9.99 دولار بعدما كانت 15.55 دولار، يعني بالتقريب 5.5 دولار. أتمنى يكون العرض قد أعجبكم ونال رضاكم. نلتقي مع عرض آخر. تحياتي إخواني، سلام.